السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ده موقع اسمه بلانر 5D. الموقع ده بيخليك تعمل تصميم بشكل حلو جدا سهل، وممكن تحمله من جوجل بلاي او تحمله برضو ايفود او ماك زي ما انت عايز. الفكرة بسيطة، ان انت ممكن اكتر من اختيار، ممكن يبقى عندك مخطط معمول على الصورة او PDF ويبدأ ان هو يعملها لك بالشكل الجميل دوت، او ممكن ان انت تعملها ترسمها مانيوال من اول وجديد، وهديك نفس التأثير الجميل دوت. تمام، ان الحاجة بتتكون قدامك لحظة بلحظة بالشكل ده. طيب ممكن اقول له ماي بروجكت في المشاريع اللي نعملها، ممكن يديني افكار، ممكن تعمل له ابلود لبلان، ممكن ديزاين سكول، في شوية اختيارات كويسة جدا. طيب خلينا ننزل بقى ونشوف حاجة جميلة. في حاجات مثلا اوتوماتيك روم جنريتور، اي اي بلان، اي ار درايف 3D، هنا بيساعدك كتير جدا، بيوفر معاك وقت. تراي سمارت ويزارد عشان تعمل التصميم بتاعك في اقل وقت. في شويه مزايا، وبالذات ان هم اضافوا الذكاء الاصطناعي ليه، فخلى فيه شويه اختيارات كويسه. ممكن تبدا من سكراتش او سمارت ويزارد او ابلود ابلان او تمبليت، حاجات جاهزه وانت بس بتعدل فيها. طيب هقول له سمارت ويزارد، فهو حاطط لك حاجه بالشكل دوت، لكن انت ممكن تقول له لا ده انا عايزها بالشكل الفلاني، يروح عامل لك التصميم بتاعك. احنا ما رسمناش حاجه كتير او مجرد بس حطينا. ممكن تعمل روتيت للشكل اللي انت عايزه. تمام كده انت عملت الشكل. نيكست ستيب يبدا بقى يقول لك الدايمنشن، ممكن تزود في الدايمنشن اللي هو الازرق دوت، او في الاحمر، او في اللون اللي انا مش عارف هو ايه، فيبدا يغير لك الشكل. وممكن تعملها بالانش او بالسنتي. طيب نيكست ستيب، انت عايزها بدروم ولا عايزها ليفنج روم ولا عايزها شيلد روم، زي ما انت عايز. كل واحده فيهم بيبدا يغير لك العفش الموجود. تمام، وتقدر بعد كده انت تعدل، يعني تختار المودرن ولا عايز جباندي ولا عايز اني نوع. متخيل السلاسه، عمل لك التصميم كله بسهوله. تقدر تشوفه 2D او 3D زي ما انت عايز، يعني اللي انت عملته ده ممكن تشوفه في 3D. كل دي ادوات بقى عشان تعدل زي ما انت عايز. لو عملت سيلكت على اي عنصر هيديك ان انت تعدل الدايمنشن، تضيف كورنر، تعمل تغير الستايل زي ما انت عايز. ممكن تقول له طب انا عايز اشوفها في 3D، يوريها لك في 3D. عايز تعمل لها رندر، تعمل رياليستيك رندر، يعمل لك الرندر بتاعها. نقدر نيجي من هنا ونقول ان احنا عايزين نضيف ارك او دور او ستير او كولوم زي ما انت عايز. وبرده الحاجات الخارجيه برده انتريور واكستيريور موجودين، تقدر تضيف زي ما انت عايز. في برده حاجه جميله بالذكاء الاصطناعي، ان انت ممكن ترفع له فلور بلان وهو يبدا يعمل لك بالشكل دوت، لكن ده محتاج ان انت تدفع فلوس $5 او كده، يعني يبقى لك حساب. تمام، فدي من اهم المزايا. طيب خلينا نشوف ديزاين سكول، بيبقى يديك دروس لاستخدام البلانر 5D. طيب تعالى بقى نشوف الاي ار درايف، ده يعمل لك اوجمانتد رياليتي. ممكن انت تصمم البيب بتاعك وتبدا ان انت ترفعه على الاوجمانتد رياليتي. طيب ممكن تيجي في الجزء اللي تحت وتقول له جوبس. تمام، هينقلك ان انت تقدر تسجل نفسك ان انت بتعمل خدمات، في شغل كتير ممكن انت تقبل باي حاجه فيهم. ابلاي وتبعت السي في بتاعك، وان شاء الله يبقى ليك ريت حلو عندهم يعني. وزائد ان انت ممكن لما بتيجي اصلا تعمل اي تصميم بيقترح عليك ان انت تستعين بديزاين، فممكن انت تسجل لنفسك عندهم ان انت الديزاين وتشارك في عمل الديزاين.